يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل توجد فترة تخلو من رسول أو شريعة رسول سابق، وما حكم أهل هذه الفترة إن وجدوا؟ الغالب أنه ما تخلو فترة من رسول أو آثار الرسل عليهم الصلاة والسلام، إنما الفترة الطويلة والله أعلم ما بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فترة الطويلة، وهي موجود فيها آثار الرسالات، موجود فيها آثار رسالة عيسى عليه السلام، ما انقطعت، موجودة. وهناك أناس كانوا على الحق، ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا به، مثل عبد الله بن سلام، ومثل كعب الأحبار، ومثل كثير أسلموا، كانوا في الأول على دين سلمان الفارسي، كانوا في الأول على دين الرسل السابقين، على التوحيد، على العبادة. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا به، صدقوا. النجاشي أيضا من هؤلاء ممن آمن بالرسولين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فما خلا الغالب أنه ما خلا الفترة، ما خلت من آثار الرسالة. نعم.